وننتقل من التحركات في الأسواق الخليجية هذه المرة ونعود للأسواق العالمية مع نادية البلاسي محللة الأسواق في مجموعة إكويتي. أهلا بك نادية معنا. يعني هذا الأسبوع هو أسبوع حاسم، نترقب تصريحات جيروم باول وأيضا نتائج أعمال الشركات. برأيك اليوم إلى أي مدى التصريحات التي ننتظرها ستكون داعمة لتحركات الدولار بعد بيانات التضخم اللي شفناها أعلى من التوقعات؟ مرحبا سالي. يعني بالفعل طبعا أبرز التحركات هذا السوق ستكون في ظل باول ستيتمنت هذا الأسبوع، ويعني ممكن إذا كان في هوكش ستيتمنت، طبعا ممكن إذا يعني اللهجة كانت صقورية التون، ممكن أن نشهد ارتفاع في الدولار إذا صرح بأن سيكون في رفعات أسعار فائدة ب 25 نقطة أساس في شهر نوفمبر، وهذا يعني الأسواق تتوقع أن سيتم هذا الشيء. وطبعا يعني في نتائج الأرباح، يعني ننتظر هذا الأسبوع أيضا نتائج أرباح تسلا وبنك أوف أمريكا التي ستكون حاسمة جدا لتحركات الأسواق. نادية، لا زالت التوترات الجيوسياسية تلقي بظلالها على المشهد، وبالتالي تتأثر كثير من القطاعات، بعضها ينتظر ربما ما ستؤول إليه الأحوال. كيف ترصدون ذلك حتى الآن فيما يتعلق بالسلع الأساسية؟ يعني طبعا في الملاذات الأمنة نشهد صعود وارتفاعات، يعني حتى لو كان الذهب في هذه في هذا اليوم يعني ويوم أمس هذه اليومين قد صحح بنسبة 15 دولار فقط، ولكن يعني الموجة السعودية ستستمر إذا طبعا استمرت هذه التوترات، وطبعا جذبت مثلا أطراف إلى التدخل ستكون يعني سيكون الموضوع أكبر هنا، وسنرى المزيد من الارتفاعات على هذه يعني الأصول. وطبعا شهدنا أن أسعار النفط أيضا فيها تباين، يعني في يعني طبعا في تراجعات شهدناها اليوم أيضا ويوم أمس، ولكن ستستمر هذه أيضا الموجة السعودية خصوصا مع التوترات الجيوسياسية والتصريحات التي نقرأها في الأسواق كل يوم. نعم نادية، يعني في دقيقة نحن نترقب أيضا بيانات التضخم من منطقة اليورو. هناك بعض أيضا البنوك الاستثمارية التي تتحدث لربما عن توقعات من اقتراب اليورو لمستوى التعادل مع الدولار. كيف تقرأي هذه الأرقام؟ يعني طبعا إذا استمرت هذه البيانات من قبل اليوروزون في الارتفاع خصوصا الـ CPI numbers أو بيانات التضخم، واستمر المركزي الأوروبي في رفع أسعار الفائدة، فهذا يعكس نمو يعني ينعكس على النمو بشكل سلبي للغاية. لذلك الآن نحن في موقف يعني جدا حذر طبعا خصوصا على اليورو، ونترقب أنه تحركات اليورو لا تزال سلبية حتى مع يعني الدولار أن يكون في اتجاه عرضي. حتى مع اتجاهاته العرضية نرى أن اليورو لا يزال تحت ضغط شديد، فطبعا نتوقع أن يكون هذا الاجتماع مهم جدا لتحركات اليورو. نادية البلاسي محللة الأسواق في مجموعة إكويتي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من دبي.